كاين ان شاء الله يجي واحد سيتكم في رمضان. عندي دور زوين بزاف وقريب تغناش ديالو قريب ويدوس رمضان ان شاء الله. اسبيرو انه يمشي مزيان يا ربي. شوف الافكار سورتو في لي ستوري، شحال من واحد كيسولنا سؤال ملي كيجيوك الافكار اولا كيسولني واحد السؤال كيفاش حاجه صغيره كتحاول ترد منها حاجه كبيره. البلان هو انه كنحاول نلعب على سبونتانيتي، ما كنحاولش نمثل. يعني مثلا نكون غادي واخا تحطني في اسباس اللي ما فيه حتى شي حاجه نقدر نكري منه كونتوني، وزعما هذا من فضل الله مسحوا، زعما من فضل من الله سبحانه وتعالى، زعما هاد الهيبه ولا لا يحشمنا. مي مازال خاصني الخدمه بزاف ديال الحوايج. كنقولها ديما الا بغيت نوطي على راسي ديما كنوطي 5 على 10، ومازال خاصني نزيد بزاف ديال الحوايج. انا تبان لي تواضعي. الوالده ما كنبيناش، ولكن كتشارك معايا لافوا ديال الوالده ديالي في لي ستوري. حنا الدار كاملين مسطين، حنا عندنا واحد العائله شويه زعما متبتين، ولكن في الوقيته ديال الصيام مسطين، وتا هما كيعاونوني في الكونتوني بزاف، والله يخليهم ليا يا ربي امين. توتير منير محمود زكريا حمزه امرقي، كاين بزاف اساتذه ديال، دابا نشرح لك، انا عندي بزاف ديال انواع صحابي ديال ولاد الدرب، وصحابي اللي كنت كنخدم في الانيماسيون في الصيف، هذوك اساتذه ديال سبور وهذوك ولاد الدرب. دابا حنا تجمعنا، كاين حتى خويا حتى هو كيكون معنا وداك الشيء، حنا تجمعنا وكنحاولوا نديروا لي ستوري، كنحاولوا حيت انا عارف هما كيضحكوني بزاف الدراري كاملين دو اجوسكا زيد، انا فان ديالهم كيضحكوني بزاف. ديك فاش كنجي حداهم كتزيد لا فالور ديال لا ستوري، كتزاد بزاف صافي. كي لا بالعكس لا عمري فكرت بحال هكا زعما صراحه. لا حيت انا اصلا اولا كنقول واحد الحاجه زعما، الاضواء راه حتى شي واحد ما كيتحكم في الاضواء ديال الاخر، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيرزق. دو الدراري انا معاشر معاهم بزاف، فهمتي؟ انا بارفو في لي ستوري شحال من ستوري مثلا باغ اكزومبل انا المتوتر كنعطيه هو كيضحك وداك الشيء. علاش؟ حيت كيعجبني انا ونشوف الناس يضحكوا داك الشيء اللي كيدير المتوتر باغ اكزومبل، فهمتي؟ بالعكس انا واحد الحاجه واحد طريف ديال الخبز كنحاول نتقاسمه مع صحابي كاملين اللي هو لي ستوري. صديق ديال زبير دابا شي 50 تقريبا ديال 10، اول مره تلاقينا في المسرح، يعني حنا اصدقاء ديال المسرح، فهمتيني؟ تلاقينا اول مره في واحد الكومبيتيسيون بيناتنا في دي جروب بحال هكا، وتما بدات العلاقه. يعني كنكونوا مريحين صراحه بحال باغي نوجدوا العشاء ولا هذا، شويه كيطلع لنا شي فكره شي حاجه شي كونسيبت خدموا عليه مجموعين. وحمزه تبارك الله كرياتيف بزاف، كيعطينا افكار زوينين، حتى الزبير كذلك. وكنحاولوا يعني كنخدموا عادي يعني سبونطاني، ما كنبقاوش نتصنعوا ولا داكشي اللي كنضحكنا كنبارطاجوه مع الناس باش كيوصل لهم الميساج. اللقب ديال المتوتر كنت كايها الناس جالس ما بيا ما عليا، حتى الزبير كنت كندير معاه واحد لي ستوري ويقول لي متوتر، وبنادم بقى شاد عليه المتوتر، من بعد رديت كومان بيرسوناج في الانستغرام. زوبير وانيت كيقرا معايا في ليسونس بروفيسيونيل ديال لاغ دراماتيك، هو سانامي بروش اللي دابا كاين حنا دي زامي صافي 10 بحال هكاك، وصافي وكنخدم انا وياه في دي بياس تياترال بروفيسيونيل، وبزاف د الحوايج اللي كتجمعنا في لاغ كثر عاوتاني، وجمعتنا بزاف ديال الحوايج اللي زوينه في لي ستوري وعجبت الناس. طموح ديالي ان شاء الله هو نكون شي ارتيست كبير من بعد، ونوصل داك الشيء اللي كنتقاسمو مع راسي نوصلو للجمهور واسع، ونتقاسمو مع بزاف ديال الجمهور اكثر، لا انا لا زبير لا اي واحد ارتيست عنده شي طموح زويون في هذا الدومين ديال الارت.